هي العاصمة بغداد تتربع على صدارة الإصابات بفيروس كورونا بحسب الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة. بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة شهدت مسحاً ميدانياً للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، الأمر الذي زاد من عدد الإصابات. وفقاً للموقف الوبائي، عدد المسحات المختبرية تجاوز 5000 بعدما كانت لا تتجاوز 2000 مسحة يومياً. في جانب الرصافة، وزعت الإصابات في مناطق مدينة الصدر البلديات الحبيبية الزعفرانية. وفي الكرخ توزعت الإصابات في مناطق حي العامل الغزالية الدورة الكاظمية حي الجهاد العامرية الحرية. قبل أسبوعين نفذت خلية الأزمة العزل المناطقي بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا في مناطق محددة.